اهلا بحضراتكم مشاهدينا، وحوار جديد في هذا الصباح، وبنتكلم فيه زي ما شفنا في تقرير عن السياحه، لكن من المنظور التكنولوجي الحديث، ازاي ممكن نطور السياحه من خلال ادخال التقنيات الحديثه، التحول الرقمي، التكنولوجيا الحديثه. ده جه خلال لقاء وزيره السياحه دكتوره رانيا المشاط مؤخرا مع رئيس احدى الشركات بمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا لبحث التعاون بين وزارة السياحة وبين هذه الشركة لدمج التحول الرقمي في مجال السياحة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ عبد النبي حلمي، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، صباح الخير. إزاي ممكن نستفيد من التكنولوجيا الحديثة في العالم كله والتحول الرقمي بما يطور السياحة في مصر؟ بداية صباح الخير على السادة المشاهدين وعلى حضراتكم جميعا. السياحة في شكلها الحالي المنتشر على مستوى العالم هو السياحة الرقمية أو السياحة الإلكترونية زي ما بنسميها، وهي جزء من التجارة الإلكترونية. المصطلح الأعم هي تجارة إلكترونية، لأن هي عمليات البيع والشراء والحجز بكل خطوات الأجازة اللي بيقضيها السائح بقت تتم في شكل سلعة بتعرض على مواقع على المواقع الإلكترونية في شكل سلعة بتباع. إذن هي بالزبط. جزء من التجارة الإلكترونية. تمام. اصطلاحا بنسميها سياحة إلكترونية. مش بس مصر اللي بتتحول للنظام الرقمي في كل قطاعاتها، حتى المرور، يمكن احنا بنتكلم انه كل أوراق المرور دلوقتي والأوراق الرسمية بتطلع إلكتروني على المواقع الرسميه. نعم. ولكن كمان منظمه السياحه العالميه، يمكن السنه اللي فاتت في 27 سبتمبر، وده كان اليوم السياحه العالمي بعد سنه دلوقتي، كان الاحتفال المشروع الاساسي بتاعها السياحه والتحول الرقمي. ده بعد ما وصلنا لمرحله متقدمه جدا في السياحه الرقميه، زي ما بنقول انه اكثر من 90% من السياحه على مستوى العالم اصبحت بتتم عن طريق الجهاز الكمبيوتر او عن طريق السمارت فون. تمام. بمعنى انه الترافل ايجنت لسه موجود، ولكن السائح ما بقاش يضطر يروح للترافل ديسك في اي مكان ويقعد ويشوف البروشورات والكلام ده، كل ده بقى اونلاين. وده بيستلزم حاجات كتير وخطوات كتيره تقوم بيها الدول السياحيه او المقاصد السياحيه، زي مصر لما ابتدينا من 3-4 سنين نتكلم على الشمول المالي. ده جزء هيساعد كتير قوي في عملية التطوير اللي احنا بنقول عليها، اللي هو السياحة او تحول السياحة للسياحة الرقمية، التحول الرقمي. فاحنا بنقول انه علشان السائح يقدر يخش ويحجز كل الخدمات اللي احنا بنقدمها عن طريق السمارت فون بتاعه، لازم احنا نكون متجهزين داخليا ان كل معلوماتنا على موقع تراستد بتقدمه الدولة، انه يكون عندنا البنك المركزي مثلا سهل عمليات الدفع وانتقال والتحويلات، انتقال الفلوس بطريقة سلسة وسهلة وعمولات اقل. تمام. مفيش فيها اي عقبات. لازم عوامل الامان تكون قوية جدا، لازم المعلومات نفسها اللي منتشرة عن كل المواقع وكل الخدمات تكون موجودة على مواقع رسمية وتراصد. يعني لما بنيجي نسافر بره في أي مدينة أيا كانت، بنتلاقي موقع رسمي للمدينة وعليه التاكسي بكام، مش بس تذكرة البابليك باس بكام، لا التاكسي نفسه بكام وأخذ التاكسي منين. ويكفي إن احنا عندنا بقى 10 سنين الجي بي اس بتفعيله، ده خطوة جبارة حصلت في مصر لما تم السماح بيه. فإحنا ماشيين على الطريق ده بقالنا 2-3 سنين. وآخر حاجة، يمكن معالي وزيرة السياحة في المقابلة بتاعتها مع أحد الشركات الكبرى في موضوع الدفع الإلكتروني، نقدر نعمل كتير لأن الشركة مش متخصصة بس في الدفع. خلينا نتكلم عن جزئية التعاون ما بين وزارة السياحة والشركات المتخصصة والمتقدمة في مجال السياحة، زي لقاء الوزيرة مع رئيس إحدى الشركات. كمان كان في فيلم ترويجي لحملة People to People اللي أنتجته الوزارة بشراكة مع أيضا شركة عالمية. أعتقد أن ده اتجاه جديد بتنتهج وزارة السياحة، الاستفادة من كل ما هو متقدم على ساحة السياحة العالمية، ويعني إنتاجه بما يخدم السياحة المصرية.
طيب هو ده باكورة إنتاج الشركة في الحملة people to people أو الشعوب، التهام الشعوب ببعضها والتعرف على الثقافات، لأن ده هو أقصر طريق دلوقتي عشان نعمل دعاية، إن الناس ما بتجيش بس عشان تشوف الآثار أو تشوف البحر، الناس بتيجي عشان تشوف الناس. يعني العادات والتقاليد، إزاي المصريين بيتصرفوا في حياتهم الطبيعية، ما بقاش خلاص إحنا بنروح الهرم بس وبنروح المتحف بس، لا إحنا بنروح الهرم والمتحف ونشوف منطقة أرياف، بنروح نشوف الناس عايشة إزاي. فبيبول تو بيبول ده كان أول فيلم اتعرض في الحملة دي، وهي لها ثلاث محاور، في براندنج باي ديستنيشن كمان، وفي الجيم 2020 أو المتحف المصري الكبير. دول الثلاث محاور اللي بتشتغل عليهم الحملة في الفترة ديت، حملة ترويج السياحة بالشكل الرقمي، لأن احنا دلوقتي لو حضرتك دخلت علشان تحجز فندق أونلاين أو بتدور على حاجة مثلا في مدينة ما في العالم، هتتلاقي في موقع كبير مشهور فجأة طلع لك فندق وبيقترح عليك تروح الفندق ده في المدينة اللي انت كنت بتدور على حاجة تانية خالص فيها. إذن الموضوع وصل لتحليل بيانات من مجرد السيرش بتاع حضرتك، انت بتدور على حاجة معينة، هو عارف انت عايز ايه وابتدى يقترح عليك. هو ده اللي احنا وصلنا له، تحليل البيانات في ثواني معدودة. وده الهدف اللقاء اللي كان مع معالي الوزيرة والشركة الكبرى اللي بنتكلم عليها، لأنها متخصصة في تحليل البيانات. فإذا قلنا إن احنا عايزين نعمل حملات تنشيط سياحي متطور تجاري ما يحدث على مستوى العالم، وهي الحملات الإلكترونية، يبقى لازم نحلل البيانات، نعرف السائح في النرويج إمتى بيفكر يجي مصر من خلال السيرش بتاعه. الجو عنده اتغير ونزلت درجة الحرارة بسيطة، أقدم له إيه أنا في الماركتينج عنده علشان ألفت انتباهه ويحجز لاست مينت ويجيني مصر دلوقتي. تمام. في اللحظة دي فإحنا بقينا نتطور بسرعة، ما بقيناش نعمل حملات السنة دي علشان الناس تيجي السنة الجاية، إحنا بنعمل حملات دلوقتي عشان الناس تحجز دلوقتي. فالوضع اختلف تماما، ويمكن واخدين الثلاث محاور اللي كنا بنتكلم عليهم، سواء people to people أو branding by destination أو gem 2020، ودول في إطار المرحلة الحالية من خطة التنشيط السياحي اللي هي بتختص بالإيكوتوريزم، السياحة البيئية، لأنه ده الترند دلوقتي، أو السياحة الخضراء كمان الجرين توريزم. بما معناه إيه؟ بما معناه إن إحنا مش عايزين نستخدم حاجات صناعية كتير، إحنا عايزين مساحات خضراء كبيرة، عايزين حاجات بيئية. دلوقتي لو حضرتك دخلت سوبر ماركت بره في اوروبا هتلاقي فيه جزء قسم البيو الحاجات بالظبط، والقسم الثاني. طب لما نربطه بالسياحه معناه ايه؟ يحصل نربطه بالسياحه معناه ان احنا طالما ده ترند بره وفي احزاب سياسيه متخصصه ان هي عايزه توصل للحكم في الدول بره، سياستها ان هي ما تستخدمش حاجات صناعيه خالص، احزاب الخضره. فده معناه ان هناك تابعين للترند ده في العالم كله بالملايين، والناس دي لما تعرف ان عندنا حاجه اسمها جرين توريزم وفنادق ما بتستخدمش حاجه صناعيه والبيئه نظيفه، ده نوع من تنشيط السياحه طبعا، بيجذب فئات من فئات مختلفه تماما. ويعني احنا مصر غنيه جدا 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 ومتنوعه في ما تقدمه، وبالتالي احنا عندنا ثراء. تنوع الألوان السياحية المختلفة، الحقيقة مصر بتتميز بما بين سياحة ثقافية ودينية وشاطئية وسفاري وكل، يعني الحقيقة عندنا وطبية ومؤتمرات وغيره، لكن يمكن نوع السياحة الخضراء ده نوع جديد، وأيضا كمان سياحة البيبول تو بيبول أعتقد أن دي برضو اتجاه جديد. يعني إزاي ممكن نخلق يعني تجربة فريدة للسائح لما يجي مصر؟ ولسه ما اتكلمناش ايضا عن السياحه الدينيه ورحله السيد المسيح ايضا اللي هي المفترض انها يتم تقديمها يعني للسائحين قريبا. يعني احنا في الجزء من الحمله لما يطلق عليه براندنج باي ديستنيشن، هو ده اللي حضرتك تقصده بالضبط، وهو خلق براند لكل مكان سياحي في مصر نقدمه للسائح، لانه احنا عندنا تنوع. فانا لو قلت سياحه شاطئيه واتكلمت على ساحل البحر الاحمر في الغردقه او مرسى علم، فانا هظلم شرم، ولكن لازم يبقى انا بقول شرم الشيخ، انا عندي كامبينج وسفاري، وعندي سياحه دينيه بربطها بسان كاترين، ده جزئيه. بتكلم على الغردقه ومرسى علم فبتكلم على غطس
وبتكلم على شعب مرجانية فأنا بعمل براند معين. لما أجي أتكلم على بحيرة ناصر أنا ممكن أتكلم على رحلات الصيد في بحيرة ناصر، لما أجي أتكلم على الصحراء الغربية فبتكلم على الكامبينج والصحراء والطبيعة والزواحف والنباتات الصحراوية، في براند معين. الأقصر وأسوان استيحة ثقافية، استيحة ثقافية. لما أجي أتكلم على العائلة المقدسة، وده ده مجال تاني وواسع وكبير جدا ويكفينا إن إحنا نعمل بوشنج عليه وفوكس قوي عليه، لأنه اللي بيسافر لسبب ديني ما بيقفش قدامه عائق، وإحنا مجربين ده في السياحة، السياحة الدينية المصدرة للعمرة والحج. خلاص هي فريضة أو هي نسك الناس عايزة تعمله لسبب ديني، ما بيقفش قدامها مشكلة أمن أو ما أو فلوس ذلك. أو مصريين أو فلوس أو غيره. الناس بتيجي، وبالتالي ده ترند كويس قوي نقدر نشتغل عليه، ويكفينا أنه بابا الفاتيكان طبعا دعا للحج واعترف بيها، وبالتالي ده خلاص احنا محتاجين نجهز بس المناطق عندنا والمسارات والناس هتيجي. تمام، بشكرك جدا أستاذ عبد النبي حلمي عضو غرفة شركات استياحة. ومشاهدينا نروح لأخبار الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وبعده حوار جديد في هذا الصباح.